عندنا موقف في المشاوي، عندك هون شقف الخروف، الشيش، الشيش هذا كله طبعا من الدجاج، عندك هون كمان كباب دجاج، كمان كباب خروف، أكلات سورية ومشاوي على الفحم كلها بتضمن. عندنا كمان هون مشاوي على الفحم، فروج على الفحم نفس الشيء، هون مشاوي على الفحم، افتح الفروجة، ممكن مقدمات أول شيء ملوحة نص على نص، بعدين نكمل. عندنا هون بعدين بتجي البروستات، أكلات بتجي مضغوطة على الزيت، أكلات غربية بتجي النظامة، بيجي هون بعدين قسم السلطات والمقبلات، ممكن هون بعدين نجي هناك بقسم المشاوي، مشاوي على الغاز، فروج على المشوي على الغاز، حسب كل طلب. وين عندنا بعدين قسم الشاورما، قسم الشاورما فيه سندويش وممكن حسب طلبات، وجبات أو عربي أو حسب كل شخص بيشوف.